اهلا بيكم يا سنه تانيه. في اول درس عندنا النهارده في يونت 1 الوحده الاولى Meet My Family. الدرس بتاعنا النهارده هنتعرف فيه على The Family العيله. تعالوا نقرا مع بعض الكلمات بتاعتنا. اول كلمه عندنا اسمها Grandpa. Grandpa لاحظوا هنا ان الليتر دي يعني مش ببينها قوي في النطق، مش بقول grandpa no، انا بقول grandpa. grandpa يعني جده. اما بقى grandma، grandma يعني تيتا جدتي. يبقى عندنا grandpa يعني جده وgrandma يعني جدتي، والاثنين مع بعض بنسميهم grandparents. الاثنين مع بعض بنسميهم grandparents. شايفين كلمة grand متعادة عندنا اهي، كلمة grand وهنضيف عليها كلمة اسمها parents، يبقى اسمها على بعض grandparents. grandparents يعني الجدين، المقصود بيها جده وتيتا، هما الاثنين سوا مع بعض بنسميهم grandparents. طيب الكلمة اللي بعدها اسمها mother. mother وخلي بالكم ان th بنطلع فيها السنة، لازم نقول mother mother، ما ينفعش نقول mother كده مش هينفع وغلط، لازم نقول mother. وطبعا mother يعني ام ماما. الكلمة اللي بعدها اسمها father. father ونفس الكلام عندنا هي th تاني، بنطلع لسنة تاني نقول father father، وfather يعني اب بابا. طيب بابا وماما مع بعض اسمهم هما الاثنين ايه؟ بابا وماما سوا بنسميهم parents. parents فاكرين grandparents، هي نفس الكلمه بس اشيل grand هتبقى parents يعني الوالدين، يعني بابا وماما. لما اقول parents يعني اقصد بيها الاثنين بابا وماما، اتفقنا؟ طب تعالوا نروح للي بعده، كلمة brother. شايفين th مستمرة معانا، ما ننساش نطلع لساننا brother brother، وbrother يعني اخ اخويا. اما sister sister يعني اخت، اختي يعني sister. الكلمة اللي بعدها اسمها uncle. uncle uncle يعني عمه، وتنفع كمان خاله، الاثنين معناهم uncle uncle. اما الكلمة دي اسمها cousin. cousin cousin cousin، والحقيقة ان cousin تنفع للولد وتنفع للبنت، يعني بنت خالتي بنت عمتي بنت خالي بنت عمي، كل ده اسميه cousin، اتفقنا؟ وبعدين عندنا كلمة family. طبعا كل دول are my family، these are my family، كل دول هم العيلة، فالعيلة يعني family. تعالوا نقولهم لآخر مرة مع بعض: grandpa grandma grandparents mother father parents brother sister uncle cousin family. طيب تعالوا ناخد اخر حته جزئيه عندنا في الكلمات، والحقيقه انهم مهمين جدا، بس عشان اقولها انا محتاجه افهمكم الفرق بين كلمتين، محتاجه افهمكم الفرق بين كلمه اسمها singular singular وكلمه اسمها plural plural. يعني ايه singular ويعني ايه plural؟ singular بمنتهى البساطه يعني مفرد، زي هنا كلمات ايه عندنا singular؟ زي grandpa هو واحد بس one grandpa، يبقى singular مفرد. grandma واحدة بس تيتا grandma، يبقى مفرد. طب تعالوا نشوف الكلمة دي كده grandparents يعني جده وتيتا، ها الكلمة دي singular؟ برافو عليكم، لا مش singular لانهم اتنين، جده وتيتا اسمهم grandparents، يبقى ما ينفعش اقول عليهم singular، يبقى singular معناها مفرد، حاجه واحده او شخص واحد بس. وعكسها كلمه plural. plural plural يعني ايه تفتكروا؟ ها برافو، plural يعني جمع، يبقى singular يعني مفرد
وبلورال يعني جمع. طب يعني ايه جمع؟ جمع يعني اشخاص كتير او حاجات كتير، زي كلمة grand parents. grand parents يعني جد وتيتا، اثنين يبقوا بلورال، يبقوا جمع. ما عندناش في الانجليش مثنى، في الانجليش اي حاجة اكتر من واحد بنسميها بلورال. زي كلمات هي، مين الشاطر يقولي كلمات بلورال هنا عندنا على السبورة؟ ها برافو، كلمة grand parents كلمة بلورال لانها بتتكلم عن جد وتيتا، وكمان كلمة parents بلورال لانها بتتكلم عن بابا وماما. شطار. طب تيجي نرجع للكلمة بتاعتنا النهاردة، تعالوا نشوف عندنا كلمة this is. this is شايفين مكتوب بعدها ايه؟ مكتوب بعدها singular noun. فاكرين singular يعني ايه؟ برافو، singular يعني مفرد. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما نيجي نتكلم عن شخص مفرد واحد بس اقدر اقول this is. زي مثلا اقدر اقول على جده this is my grandpa. this is my grandpa. this is my grandpa. طب لو انا بتكلم مثلا عن تيتا هقول برضو عليها نفس الكلام this is my grandma. this is my mother. this is my father. this is my brother. this is my sister. this is my uncle. this is my cousin. and this is my family. يبقى لو انا عايزة اتكلم عن اي حد من my family singular فانا هستخدم this is. اما بقى these are الكلمة اللي بعدها بنتكلم بيها عن اشخاص plural. فاكرين يعني ايه plural؟ برافو عليكم، plural يعني جمع، يعني اشخاص كتير. يعني مثلا عندي كلمة grand parents يعني جد وتيتا، اقدر اقول عليهم ايه؟ this is ولا these are؟ ها برافو عليكم، these are، لانهم جد وتيتا plural فهقول these are my grand parents. طيب وكمان كلمة parents، كلمة parents معناها ماما وبابا، فهقول عليهم ايه؟ تفتكروا هما singular ولا plural؟ برافو، parents plural لانهم اتنين، فهقول these are my parents او these are my parents يعني دول بابا وماما. يبقى عرفنا الفرق بين this is و this are. this is يعني هذا، بيجي وراها كلمة مفرد. اما these are يعني هؤلاء، وطبعا بيجي وراها كلمة جمع. يلا بينا ننقل الجزء التاني ويلا نقرأ مع بعض. يلا بينا تعالوا نقرأ النص مع بعض. وعندنا هنا جده بيقول ايه؟ good evening. good evening يعني ايه good evening؟ good evening يعني مساء الخير. عاملين ايه؟ مساء الخير يا ولاد دي بتتقال امتى؟ مساء الخير بتتقال وقت كده المغرب، بتتقال وقت المغرب بنقول مساء الخير good evening. فبابا وماما بيردوا عليه ويقولوا له good evening مساء الخير. فبعدين بتقول ايه البنوتة؟ بتقول this is my grandpa. this is my grandpa. this is my grandpa. فاكرين يا اولاد لما احنا اتكلمنا وقلنا ان this is بيجي وراها كلمة مفرد كلمة singular، طب هو grandpa واحد ولا ناس كتير؟ اكيد هو واحد، علشان كده هنستخدم this is. برافو. طيب بتشاور على جده بتقول this is my grandpa، وبعدين راحت مشاورة على اصحابها وقايلة these are my friends. these are my friends. يعني ايه كلمة friends؟ friends يعني اصدقاء. وهل يا ترى كلمة friends كلمة singular تقصد بيها صديق واحد بس ولا تقصد بيه اصدقاء كتير؟ ها شايفين letter s اللي في اخر الكلمة ده؟ شايفينه letter s ده معناها ان الكلمة دي
plural الكلمة جمع friends أصدقاء، وعلشان كده استخدمي كلمة these are. These are my friends، هؤلاء أصدقائي. طيب وبعدين الولاد بيشاوروا وبيقول ايه؟ الولد بيشاور بيقول this is my cousin، يعني ده ابن عمي. He's 5 years old. He's 5 years old. يعني ايه 5 years old؟ يعني عنده 5 سنين. I'm 6 years old. أنا عندي 6 سنين. She's 7 years old. عندها 7 سنين. He's 20 years old. عنده 20 سنة. فكلمة years old معناها سنين، بنستخدمها مع السن لما حد يتكلم عن سنه أو عمره. آخر سنتنس عندنا بنقول these are my parents، بتشاور على بابا وماما وبتقول these are my parents. طبعا زي ما انتم ملاحظين إنها مستخدمة كلمة إيه؟ أيوة، مستخدمة كلمة these are علشان تتكلم عن parents، بابا وماما اتنين. كده خلصنا القراية مع بعض. تعالوا لآخر جزء في الدرس بتاعنا، هنحل exercise مع بعض. يلا بينا ونيجي لآخر جزء عندنا في الدرس بتاعنا النهاردة، وهو exercise على الدرس بتاعنا. تعالوا كده نقرأ. choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الصحيحة. طيب احنا بنختار الإجابة الصح ازاي؟ احنا بنقرأ هنا الكلام اللي بره القوسين، وبنختار كلمة واحدة بس ما بين القوسين، دي هي الكلمة بتكون مظبوطة. تعالوا كده نشوف مع بعض. اول واحدة بيقول this are ولا am ولا is my sister. هتفتكروا اهم واحدة اللي صح؟ فاكرين لما اتكلمنا وقلنا لو بتكلم عن حاجة singular، شخص واحد بس، بستخدم ايه؟ this is. برافو عليكم، بستخدم this is. طيب number two، هختار ايه؟ this ولا this ولا it are my parents. فاكرين لما اتكلم عن كلمة plural اشخاص كتير، وقول ان parents يعني بابا وماما، يبقى هنقول ايه؟ وكمان في عندنا كلمة are، يبقى هنختار مين معاها؟ برافو، هنختار كلمة these are my parents. يبقى this is للمفرد و these are للجمع. طيب number three بيقول لي ايه؟ بيقول لي my uncle ولا my father ولا my sister is wearing an orange skirt. My father ولا my uncle ولا my sister is wearing an orange skirt. يعني ايه orange skirt؟ orange skirt يعني جيبة لونها برتقاني. تفتكروا مين اللي بيلبس جيبة؟ uncle ولا father ولا sister؟ برافو، البنات بس هم اللي بيلبسوا جيبة، يبقى my sister. شطار. اخر كلمة عندنا واخر exercise، this is my grandpa ولا brother ولا mother. his hair is gray. his hair شعره is gray، لونه ابيض. يبقى مين يا ولاد اللي شعره بيبقى ابيض؟ ها برافو، grandpa و grandma بيبقى شعرهم ابيض لان هم كبار في السن. وبكده نبقى خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة في يونت 1 الدرس الأول لسنة تانية. أنا ميس إسراء عماد، ودي قناة بديل للدرس. Thank you and see you next video. Goodbye.